اليوم تم تنظيم سباق 10 كيلومترات وكذلك 5 كيلومترات الذي خصص خصوصا للعائلات، وكذلك هو المسابقات على الطريق. اليوم تم تنظيم هذا السباق باعتبار أن اليوم هو افتتاح للموسم الرياضي، موسم الماراثونات والسباقات، لأننا نعتزم أيضا تنظيم نصف الماراثون بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة يوم 14 يناير، وكذلك الماراثون الدولي يوم 28 أبريل. وبهذه المناسبة نشكر جميع الداعمين والداعمات، جميع المؤسسات سواء كانت معينة أو سواء كانت منتخبة من المجلس الجماعي لأكادير، وكذلك مجلس جاسوس، وكذلك الولاية. الشكر أيضا موصول لجميع السلطات الولائية، الأمن، وكذلك الوقاية المدنية. إن شاء الله هذا نشاط رياضي أول اللي كان نرميه به باش نعطي واحد إشعاع رياضي وسياحي لمدينة أكادير لكي تكون قبلة رياضية وسياحية كغيرها من المدن الكبرى كماراثون شيكاغو، بيرين، وكذلك الماراثونات الكبرى في العالم. الحمد لله اليوم تمكنت بالفوز في السباق الدولي كوريدا 10 كيلومتر، وهذا الشيء كيشرفني بالحكم أنني ابن مدينة أكادير، ويعني والحمد لله جاني السباق في المستوى كبير من ناحية التنظيم، من ناحية يعني كل شيء. أنا أول مرة نشارك في هذا الماراثون وجيت الرتبة الأولى الحمد لله، وهذا الشيء بالخدمة ديال عمي مسيح، وهذا الشيء خدم معايا والحمد لله. راه أول ماراثون هذا لي، الماراثون شاني زوين هو هذاك، كل شيء مزيان، كل شيء منظم هو هذاك، الحمد لله كل شيء غادي مزيان. جيت اليوم باش نشارك في سباق 5 كيلومتر كوريدا أكادير، يعني كانت مشاركة جيدة، احتليت المرتبة الأولى صغيرات عينات. كان السباق صعيب شوية وكانوا فيه صعوبات صراحة، والحمد لله كانوا شكر جزيل للمدرب ديالي صاحب مغروس، كنشكرو بزاف، يعني خدم معنا وجدنا البريباراسيون ديالنا، وكنشكر العائله ديالي اللي دعمتني والاصدقاء ديالي كاملين. اليوم جريت سباق ديال 5 كيلومتر في مدينه اكادير، احتيت المرتبه الثانيه. بعدا كان سباق زوين، كان سباق تكتيكي، سباق كان منظم مزيان، ذو جودة عالية، والحمد لله درت واحد الفينيش في الأمطار الأخيرة، ولكن للأسف تغلب لي واحد الدغي، ولكن كان سباق زوين. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.